مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. عبر المؤثر الجزائري وحيد بالعيد عن استيائه لاستغلال مشاهير العرب غيرت وعاطفة الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع حساباتهم في السوشيال ميديا، وهذا ما فعله غيث مروان مع منشوره الأخير للترويج لمقطع احتفاله بطريقة غير مباشرة. نروحوا للأخ غيث مروان اللي حط نيو بوست تزوج واقع بالبركة عليه. نعرفونا شخصيا، لعبت معه كورة زوج خطرات هنا في دبي، صاحب صحابي، ما شفش منه الشر. على كل حال حط نيو بوست، دار عرس، كتب حفل مغربي، عرس مغربي، ومرته كانت لابسة قفطان. قسما بالله العلي العظيم، كي هو كي مرته على بالهم مليح، خاطش هما يعرفوا مليح السوشيال ميديا، على بالهم مليح كي تحط هي تصويرتها بالقفطان وتكتب من تحتها حفل مغربي ولا عرس مغربي، الشعب الجزائري اللي حتشوفه في التعليقات غير ربي اللي عالم به. واللي غضتني اكثر انه حتى المشهورين تاوعنا، لي زانفلونسور تاوعنا، الانفلونسر تاوعنا، راحوا على القولو بصحته. سما الشعب الجزائري زاد له في الشهره على جلواش اجل كلمه حفل مغربي بالقفطه. هذه هي حكايتها. سما الذكاء تاعنا نحبس الذكاء لهنا. دونك هنا هذا غيث مروان ما نكرهوش، بصح قسما بالله غير الحاجه والخطوه اللي دارها هذه تاع البوست تاعو اللي خلى الشعب الجزائري قاع يعلقولو، كان دار صلها مقبل وعجبو الحال وما هماتوش النتائج، خاطش كان قادر ينحي التعليقات، كان قادر يدير الكومنتس اوف، ما تقدرش تعلق له. لا لا، هو عجبو الحال، شاف قاع الجزائريين عنده 100,000 تعليق الله يبارك، حتى المشهورين تاوعنا الله يبارك، وحسيتهم باللي ما عمرهم ما دخلوا للسوشيال ميديا ما يعرفوش، راحوا دخلوها تعليقات تعليقات تعليقات، علامة تاع الجزائر، قفطان تاعنا، هذه تاعنا، شوف فرحانين. وهو هذاك واش كان حاب الاخ غيث مروان، بصحتك وصلت لواش كنت حاب، تشهرت على ظهرنا احنا الجزائريين، انا نمثل الشعب الجزائري ثاني، انا جزائري، بصحتك بالبركة عليك عرسك ثاني. دوكا نهضر لكم على الحاجه اللي غضتني، صح وانا نهضر لكم بالجزائريه، غاضتني انسان واحد من بلاد واحد اخرى يقيد بلاد كومبلي قد الجزائر، قيد الشعب وقيد المشاهير، قيدهم قاع 100,000 كومونتير خاوتي، جيف اواي تاع ايفون ما فيش هكا، ما فيش 100,000. لعرض اعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.